هنبتدي مع حضراتكم جي بي اس. في اسبوع تابعنا فيه كل الدوريات الاوروبيه بتفنش، خلاص الدوري الانجليزي خلص، الدوري الاسباني خلص، الدوري الفرنسي خلص، والالماني وهكذا. وخلينا نتابع مع حضراتكم في اخر حلقات العالمي بقى جوله مع اهم اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج. هبتدي بانجلترا. طبعا انجلترا هو المحطه الاولى والرئيسيه النهارده، وده شيء يفرحنا لان بنتكلم على، وانا هقف مع الدوري الانجليزي كتير جدا النهارده. هبتدي مع مو صلاح، موسم جيد جدا في ظل تراجع مستوى ليفربول، لكن التفنيش انك تقدر تخلص البطوله في مركز ثالث، اعتقد دي عوده محترمه جدا ليفربول. صلاح شارك في ماتش الفريق الاخير طبعا، والمصريين كلهم كانوا ورا صلاح قدام كريستال بالاس، كانت اخر مباراه في الدوري الانجليزي وفاز بيها ليفربول 2-0 عشان يضمن بيها المركز الثالث. للاسف الشديد اللي كنا مستنيينه ما حصلش. وايه اللي كنا مستنيينه؟ انه صلاح يحط جون او اثنين يحسم بيهم المنافسه اللي كانت مستمره لغايه اخر مباراه مع هاري كين نجم توتنهام على لقب الهداف. لكن هاري كين قدر يحسم اللقب برصيد 23 هدف، وصلاح للاسف ما سجلش في المباراه وانهى الدوري برصيد 22 هدف في المركز الثاني في قائمه الهدافين. وليفربول انهى في المركز الثالث برصيد 69 نقطه. ويمكن المكسب الوحيد لليفربول في الدوري السنه دي انه قدر يضمن التاهل لدوري ابطال اوروبا في الموسم اللي جاي. صلاح على مدار الموسم خاض مع ليفربول 51 مباراه في مختلف المسابقات، احرز خلالها 31 هدف على مدار الموسم. طيب هنروح لليونان. عندنا طبعا كوكا ووردة. كوكا مفنش الدوري من فترة، أو أولمبياكوس تحديدا مفنش الدوري من فترة بطل، لكن خلينا نتابع كوكا في آخر مشاركاته. لاعب أولمبياكوس اليوناني اللي شارك كبديل تحديدا في الدقيقة 86، ويمكن كانت في خسارة لفريقه في مباراته الأخيرة أمام باوك بنتيجة 2-1، دي كانت في نهائي كأس اليونان. كوكا شارك بشكل عام الموسم الحالي مع أولمبياكوس في 39 مباراة، قدر يسجل خلالها 15 هدف ويصنع 6 أهداف لزمايله. عمرو وردة واحد من اللاعبين دايما المثيرين للجدل، وإن كان الحقيقة أرقامه يمكن السنة دي بتقول إنه مركز بشكل أو آخر، نتمنى إنه تركيز لأن بنشوف لعيب عنده إمكانيات كويسة جدا. عمرو شارك أساسي في ماتش فريقه الأخير باوك قدام أولمبياكوس، واللي قدر من خلاله إنه يفوز مع فريقه ببطولة كأس اليونان، سواء كنا بنتكلم على بطولة كأس أو كنا بنتكلم على بطولة دوري. عندنا اثنين من اللاعبين المصريين اللي حققوا بطولات اليونان الموسم الحالي. عمرو يمكن على مدار الموسم شارك مع باوك في 37 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وقدر يصنع 3 أهداف لزمايله. أمريكا، نروح الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن طبعا يعني دي صورة أحمد حمدي. أحمد حمدي بيلعب في مونتريال تحديدا في كندا، وأحمد يمكن شارك أساسي مع فرقته، ويمكن فرقته خسرت في ماتشها الأخير أمام سينسيناتي 2-1. أحمد شارك مع فرقته في الموسم الحالي اللي انتقل ليه مش من بدايته، من نص الموسم تحديدا. شارك في 5 ماتشات ما قدرش يسجل ولا هدف، وما قدرش يصنع أي فرصة الحقيقة. يمكن الهزيمة الأخيرة لمونريال جمدت رصيده عند النقطة 8 في المركز السابع بجدول الترتيب. هروح أمريكا بقى، أورلاندو. عمرو طارق لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ما تواجدش في التشكيلة الأساسية لمباراة فريقه الأخيرة أمام ريفولوشن، والمباراة دي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1 في الدوري الأمريكي. الدوري الأمريكي مش زي بقية الدوريات في العالم، هم ماشيين عكس بقية الأجندة أو الكالندر العالمية. هم تحديدا دلوقتي في الأسبوع السابع. في الفترة الأخيرة عمرو طارق شارك في ماتشين بس مع فرقته، وخسارة ريد بولز جمدت رصيده عند النقطة 6 في المركز العاشر في جدول الترتيب.